دول شمال افريقيا والشرق الاوسط المجتمع المدني لعب في الاونه الاخيره دور مهم كيتجلى في انه ساهم في اعداد مواطن اللي كيساعد في انه يعاون في لا جيستيون ديال الشان المحلي والشان الاقليمي والشان الوطني. فالمجتمع المدني من خلال جمعيات في هذه الدول هادو حاولوا انهم يساعدوا المواطن كيف ما قلنا باش انه يكتسب مهارات انه يولي عنده مكتسبات من خلال مشاريع قوانين او من خلال برامج تدريبيه. نعطيو المثال مثلا ديال المغرب اللي فيه جمعيه قامت في سنه 2007 بتاطير المواطنين واعدادهم للانتخابات. من خلال هذا اننا نحاولوا نوصلوا المشاركة فعالة ديال المواطن في التنمية ديال البلاد ديالو. المجتمع المدني أيضا في عدة دول لعب دور مهم هو أنه من خلال التدريب ومن خلال الملتقيات حاول أنه يأخذ المواطن بيد المواطن ويسهل له المأمورية ويوصلوا لواحد المرحلة لأن اللي تساعدوا على فهم شنو واقع في البلاد ديالو من خلال شنو واقع سياسيا وشنو واقع حتى اقتصاديا. فهذا الدور هذا كيعطي أهمية قصوى لهذا المجتمع المدني اللي هي دور مهم لأنه كيكمل الدور ديال الدولة وكيكمل أيضا الدور ديال الأحزاب السياسية. فلازم يكون عندنا مجتمع مدني قوي، أحزاب سياسية قوية ودولة قوية وكل واحدة تكمل الدور ديال الآخر، لأنهم ما غنوصلوا للديمقراطية فعالة إلا لكان جميع هاد المكتسبات هادو تكون قوية وفعالة. برنامج دورك لمنظمة أنالين هو برنامج مهم جدا في الوضع الحالي لدول شمال شرق شمال إفريقيا والشرق الأوسط، لأنه كيعطي فرص ومساحات للشباب والمجتمع عامة والمجتمع المدني باش أنه يكتسب مهارات اللي غتمكنو من أنه يقوم بالدور الفعال ديالو. هو كيعطي ايضا مساحات ديال تبادل الخبرات وتبادل المهارات بين الدول بين المجتمعات، وهذا ما غيعطي الا واحد القوه للمجتمع المدني في المجتمعات ديالنا اللي تطلع انها باش تدير اكثر واكثر ان شاء الله المجتمع العربي.